بعث سعادة الدكتور مصطفى السيد الأمين العام للمؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية مع سعادة سفير جمهورية السودان لدى مملكة البحرين السيد إبراهيم محمد الحسن الوضع الإنساني القائم في السودان الشقيق وما يعانيه الشعب السوداني جراء الفيضانات والسيول التي حصدت العديد من الأرواح وخلفت دمارا كبيرا في البنية التحتية. وفي بداية اللقاء ناقش سعادة الدكتور مصطفى السيد مع السفير السوداني أبرز المواضيع المتعلقة بنوعية المساعدات التي يحتاجها السودان في مواجهته لهذه الكارثة البيئية التي ضربت مناطق كثيرة مما ألحق خسائر مادية كبيرة في المدن والقرى التي جرت فيها السيول، حيث أكد الأمين العام للمؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية عزم البحرين على تقديم أشكال العون كافة ومساعدة السودان الشقيق وإغاثة المنكوبين من شعبه. من جانبه أشاد السفير السوداني بالرعاية الملكية السامية لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه الرئيس الفخري للمؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية وما يوليه جلالته من اهتمام بارز ورعاية للعمل الخيري والإنساني ومساعدة المحتاجين وإغاثة المنكوبين، مثمنا في الوقت عينه جهود سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب في إدارة العمل الإنساني الذي ستقدمه المؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية لنصرة السودان في مواجهة الفيضانات التي أحدثت بالغ الأثر السلبي في غالبية الولايات، مشيرا إلى أن هذه البادرة غير مستغربة على مملكة البحرين، مشيدا بحجم العلاقات الأخوية التي تجمع المنامة بالخرطوم والممتدة لسنوات طوال. بتوجيه من سمو الشيخ ناصر كان لي شرف اللقاء مع أخي سعادة سفير السودان، ونقلت لهم تحيات سمو الشيخ ناصر واهتمام سيدي جلالة الملك بتقديم المساعدة لأشقائنا في السودان في الكارثة اللي يمرون بها وهي فيضانات سببت في الأضرار بأعداد كبيرة من أشقائنا، ومن واجبنا أن نوقف معهم. فناقشت سعادة السفير اقتراحاتنا اللي أساسا تعتمد على التحرك السريع في تقديم المواد الطبية والإغاثية كمرحلة أولى في خلال عدة ساعات من الكارثة كاستراتيجية المؤسسة، وعلى ضوء مناقشة المسؤولين في السودان احتياجاتهم. طرح لنا مبادرة كريمة من الشيخ ناصر لزيارة ميدانية للسودان، الغرض منها المساعدة أو الاستكشاف لاحتياجات المطلوبة لدرء الفيضانات الموجودة الكارثة في السودان. وبدورنا شكرناه على هذه المبادرة، وإن شاء الله حتكون الزيارة الميدانية لهم يوم الاثنين بإذن الله، والاتفاق ضمن المناطق المتأثرة بالفيضان ومعرفة الاحتياجات، ومن ثم إن شاء الله البدء في المساعدة من المملكة التي أفضالها كبيرة على الأمة العربية وعلى الأمة الإسلامية وعلى العرب جميعاً.